إن البحث عن أي مجموعة مكتبية يتم من خلال قاعدة بيانات مبوبة على جهاز باسم آينو، وهو يتضمن أيضا خرائط تساعد الباحث عن إيجاد المكان المحدد لتواجد الكتب المطلوبة. إن البحث في قاعدة البيانات آينو يمكن أن يكون عبر الأنترنت، فمن خلال البطاقة والرقم الخاص تستطيع متابعة الاستعارات والتجديد وأيضا الحجز المسبق، ويتواجد في المكتبة دائما من يساعدك على استخدام جهاز آينو.